أقامة مستشفى عين شمس التخصصي مركز الطب النفسي والأعصاب ندوة تعد الأولى في مصر احتفالاً باليوم العالمي للنوم، حيث أكد المختصون على أهمية التوعية بهذا اليوم، وذلك لزيادة الإنتاج والتقليل من التكاليف الناتجة عن أمراض النوم. الجمعية العالمية لاضطرابات النوم بتخصص يوم في السنة بنسميه اليوم العالمي للنوم. اليوم العالمي ده بيبقى الغرض منه ان احنا نزود التوعية للناس مختلف التخصصات، مش بس الناس المهتمين بالنوم، لا كل الناس، الدكاترة والناس العامة، بأهمية النوم وأهمية التشخيص المبكر والعلاج لاضطرابات النوم. ان اضطرابات النوم الحقيقة من الممكن يكون لها أثار كبيرة جدا. الشعار بتاعهم السنة دي تركيز على حاجتين، على الاضطرابات التنفسية اللي بتحصل أثناء النوم بتأثر على الواحد، حتى الشعار بتاعهم تنفس جيدا تنم هادئا، وفي تركيز كبير قوي على علاقة النوم بأخطار زي أخطار القيادة. إن الناس كتير قوي من الناس اللي عندهم مشاكل في القيادة وحوادث في المرور بيكون سببها مشاكل في النوم. عموما في مجموعة من أمراض النوم اللي هي تندرج تحت الأمراض التنفسية أثناء النوم، من أول بقى الشخير، وده طبعا حاجة منتشرة جدا، إلى توقفات التنفس والاختناقات أثناء النوم، وده برضو الحقيقة من الأمراض المنتشرة، يمكن من أكتر أمراض النوم أو اضطرابات النوم انتشارا. يعني يمكن 25% من الرجال خصوصا اللي فوق سن 40 يبقى عندهم اختناق أو توقف التنفس أثناء النوم، بيبان في صور كتيرة قوي، ومنهم أنه الشخص مهما نام بيصحى مش منتعش. أمراض النوم منتشرة جدا وعددهم كبير جدا، وطبعا احنا للأسف في مصر ما فيش إحصائيات، إنما هي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية البلد المهتمة بالنوم جدا، الأرقام بتوصل ل30% من الشعب عنده مشاكل في النوم. والنوم بيأثر على كل حاجة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة دون الدخول في تفاصيل، هو أنت وإحنا بنايمين بنتصلح نفسيا وجسمانيا، فجسمانيا لما ما تنامشي أنت معرض لأي حد فينا بعد الشر عليه، يعني معرض لأمراض القلب والضغط والشرايين والجلطات، وان بالذات مرضى السكر سكرهم مبقاش متحكم فيه كويس. الاضرار النفسيه اهمهم الاكتئاب وعدم التركيز وعدم التحصيل. المعرفه هي الطريقه اللي الواحد بيفكر فيها ازاي بنغيرها. طبيعي الشخص لما يجي لي يقول لي انا بفكر بالطريقه الفلانيه، تمام، في حاجات ممكن تساعده على النوم وفي حاجات ما تخليهوش تساعده على النوم. مثلا داخلي يفكر في مشكله، تمام، طول ما هو نايم هيفكر في المشكلة فمش هيعرف ينام، نومه هيبقى وحش.